شفنا في الإصحاحين الأولانيين أن الله مسيطر على تاريخ الأمم كلها، مش بس شعبه، والله مشغول بكل الشعوب، الله سيد كل الخليقة، الله يعاقب شعبه لو أخطأ. معنى أن ربنا غضبان وبيزنجر أن الممارسات الدينية اللي كانوا بيأدوها ما أرضتش ربنا، لكن اللي يرضي ربنا هو حياة روحية سليمة مبنية على المحبة والطاعة والإيمان. عشان كده الشعائر الدينية غير كافية للخلاص، الله يطلب حياة البر، ودي الرسالة اللي ربنا بيقولها بوضوح جدا للإنسان. فبيقول في صح 3: اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. في 3 عظات هيقولهم عموس، تبتدي كل عظة بكلمة اسمعوا هذا القول في 3 إصحاحات اللي جايين. فأول عظة ابتدى يتكلم بقى: اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. إذا كنت حبيتكم وعرفتكم عشان كده هعاقبكم، لأنكم خنتم الحب والعهد. في مسؤولية للمحبة. إذا كنت اخترتكم فده مش نتيجة استحقاقكم، لكن نتيجة نعمتي اللي اديتها لكم. وإذا اديتكم نعمة فأنتم ملتزمين تجاه النعمة دهية. عشان كده قال لهم تعبير يمكن لطيف شوية: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض. كلمة عرفت نفس الكلمة العبرية اللي ربنا استخدمها في سفر التكوين. عارفين كده يقول: وعرف آدم امرأته حواء. بمعنى ايه كلمة عرف هنا؟ بمعنى ايه؟ عاشرها، تزوجها. فكلمة عرفته يعني شيء بقى مألوف عنده، عشت معاه. ده اللي كان ربنا عايز يحقق، تلك المعاشرة. إياكم فقط عرفت، ربنا عايز يعاشرنا، عايز يعيش معانا، لكن للأسف احنا ما قبلناش المحبة دهية، أو بنتحجج بحجج كتيرة عشان نهرب من المحبة دهية. فإذا كان أعطى محبة ونعمة مجانية لهذا الشعب، لكن ظنوا إن هم أفضل من غيرهم، عشان كده ربنا اختارهم. بمعنى ربنا اختارهم لحسب النعمة، مش لأنهم أحسن من غيرهم، مش على حسب علاقة جسدية. هم إداهم البنوة مش لأنهم أبناؤه بالجسد، لكن لأنهم أبناؤه بالمحبة. وابتدى يكلمهم في 7 أسئلة يثير فكر الإنسان. إذا كان في مسؤوليات للمحبة، فالخطية معناها كسر لمحبة الله. هل يثير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يذنجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يأتي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور من في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعب؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. الأسد قد زنجر فمن لا يخاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. العجيبة 7 أسئلة اللي سألهم إجابتهم كلهم تيجي في كلمة واحدة. إيه؟ لا، إن مفيش عقاب بلا سبب. إذا كان ربنا هيعاقب ففي سبب لهذا العقاب، لأن كل حاجة من الحاجات دي ليها سببها. فبيقول: هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ يعني 2 ماشيين مع بعضيهم أكيد دول إيه؟ متفقين مع بعض. وهو كده قاعد في البرية دي ما بيمشيش فيها حد،
لكن لا اتنين ماشيين مع بعض يبقى اكيد الاتنين دول كانوا ماشيين مع بعض لانهم متفقين مع بعض. وابتدى يربط بين الاشياء وبين العلاقه ما بين الله وما بين الشعب. الشعب عايش في حياه الظلمه وحياه الخطيه. ومملكه اشور ابتدى يسمع الكلام من الاصوات انها عماله تاخد الامم وتحتل امه ورا امه. فابتدى يربط الاثنين مع بعض. هل في علاقه بين مجيء اشور وبين حياه الظلمه والخطيه؟ اكيد ان في علاقه بين الاثنين، ان الاثنين متواعدين. الله، طب ما انت يا انسان عشان تنجو من ضربه اشور لازم تبقى في عهد جديد بينك وبين الله. اعمل اتفاقيه جديده بينك وبين الله عشان تنجو ما بين الاتفاقيه ما بين الشر وما بين الخراب اللي هيحصل. هل يزنجر الاسد في الوعر وليس فريسه؟ وليس له فريسه؟ انت لو تبص للمعنى كويس، الاسد قبل ما يصطاد الفريسه مش ممكن يزنجر. احنا فاكرين العكس، ان الاسد بيزنجر لما يبقى عايز يصطاد فريسه، ده لو زنجر هتهرب. فهو ما يزنجرش الا لما يمسك الفريسه، لما يبلعها وياخدها ويمسكها في اسنانه ويبتدي يزنجر لانه خلاص اخدها، لكن قبل ما ياخدها ما يزنجرش ابدا. عشان كده بيقول هل يزنجر الاسد وليس له فريسه؟ مش ممكن، عشان ما تهربش وتخاف منه. هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدره ان لم يخطف؟ نفس الوضع، شبل الاسد الصغير ما يقدرش يزنجر الا لما تجيله الفريسه، ابوه يجيب له الفريسه، لان لو زنجر هيهرب كل الفرائس. هو عايز يقول بقى ان انتوا دلوقتي الاسد هياكلكم. الله يزنجر كالايه؟ كالاسد. هيعاقبكم مش بلا سبب، لان في سبب انكم تستحقوا الايه؟ الافتراس، انكم في خطيه. هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك؟ مش ممكن عصفور يقع في الفخ الا اذا كان فيه فخ فعلا. خدوا بالكم من المزمور الجميل 91، الرب ينجيك من فخ صياد، الفخ انكسر ونحن فلتنا. عشان دي تورينا ان اللي ليه علاقه بربنا وبعيد عن الخطيه الفخ بالنسبه له مكسور. انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصياد، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب. لكن الناس اللي ملهاش علاقه حقيقيه بربنا العصفور هيقع في الفخ. هل يرفع فخ عن الارض وهو لم يمسك شيئا؟ طول ما لسه ما مسكش حاجه هيفضل الفخ موجود لحد ما يمسك حد. هل يضرب ام يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ لان البوق معناه حرب. ابتدى يطبقها بقى، انكم هتسمعوا البوق قريب في حرب، انتم يا اللي مطمئنين. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ كلمة بلية هنا بمعنى ايه؟ ألم، ضيقة. لان يمكن عشان الطبيب يقدر يخفف لابد انه يألم، لابد انه يشرب بالمشرط، لابد انه يكوي عشان ينال الشفاء. عايز يقول ان الالم اللي بيحصل ان الله يريد منه شفاء. فالله ورا كل المشاكل اللي بتحصل، كل التأديبات اللي بتحصل في العالم، ان ربنا عايز يعمل حاجة لان فيه سبب. وهنا بيورينا الجزء ده ازاي نقدر الانسان الروحي يربط ما بين الاحداث اللي بتحصل في العالم وما بين معاملات الله. حوالينا احداث بتحصل كتير، لكن ازاي تربط ما بين الاحداث دي واللي ربنا عايز يقوله؟ في ناس عايشه كده والاحداث بتتم حواليها ولا هي دريانه بحاجه، وفي ناس بتاخد بالها من الازمنه ومن الاوقات والاحداث. كان ميزه عاموس انه بيربط ما بين المنظور، الاحداث المنظورة، وما بين غير المنظور اللي ربنا عايز يوصله للشعب، اللي ربنا عايز يقوله للشعب. بتشوفوا انتوا بعض الناس دلوقتي مهتمية بالاحداث اللي بتتم في العالم عشان تتنبه،
هو ربنا بيسمح بالظروف دي وبالتغيرات دي ليه؟ ده سؤال لازم الانسان باستمرار يسأله. فهو عايز يقول لهم ان مفيش حاجة بتحصل بلا سبب، اكيد في سبب للحاجات دهيت. طب السبب ده مين يعرفه؟ ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء. يعني كل حاجة ربنا بيعملها في الاحداث وفي العالم ليها سبب، وهذا السبب بيعلن من خلال الانبياء، من خلال كلمة الله. ربنا مش ديكتاتور، ما بيعملش الاحداث في العالم ويسيب كل واحد يتفلق، لا، ده ربنا بيعلن هدفه ايه. هو كده بيقول لما كان هيحرق سدوم وعمورة، يقول هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ ده عايز يشرك الانسان. هلما نتحاجج يقول الرب، اقول لك ايه الاسرار؟ عشان كده الرب يعلن سره لعبيده الانبياء عشان يوصله الرسالة دي للشعب، عشان الشعب يفهم الاحداث اللي بتتم. الاسد قد ذنجر فمن لا يخاف، سيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. عشان كده انا ما بقولكوش الكلام ده من عندي، ده ربنا امرني لانه عايز يقول لكم السر، عايز ينبهكم. الله في اوقات كتيرة بيبعث لنا معاملات كتيرة وكلمة كتيرة، لكن احنا بنعمل نفس شعب اسرائيل، بنرفض الكلمة دي وبنهرب منها وما بنصدقهاش وبنتجاهلها وبنحتقرها، وبنقعد نفكر في الجسد اللي عايز ياكل واللي عايز يشرب واللي عايز يتفسح، وهو ده كل شغلنا. طب وبعدين اذا كان الله بيبعث في تكرار رسائل كتيرة، بعدين النتيجة اللي وصلت لها شعب اسرائيل. تعرفين ان شعب اسرائيل لانه ما صدقش عاموس وما صدقش هوشع وما صدقش الانبياء التانيين، كانت النتيجة انه ايه؟ سبى وما رجعش زي مملكة يهوذا في اشور، هدت اسرائيل وخربتها وما كانش في قيام مرة تانية لاسرائيل. بعكس المملكة الجنوبية اتسبت في بابل لكن بعد 70 سنة رجعت، لكن المملكة الشمالية كان دمار نهائي شامل. عشان كده هو بيقول اذا كان ربنا الاسد زنجر ما اقدرش ما اعلنش النبوة دهيت. لكن هم ظلوا حاسين ان هم الشعب الافضل، الشعب اللي ربنا اختاره. اصل كل امتياز ربنا بيعطيه لانسان في خطرين، ان الانسان ما يقدرش قيمة هذا الامتياز وقيمة هذه المسؤولية، دي اول خطر. الخطر الثاني ان ممكن هذا الامتياز يقوده الى الكبرياء. مش جيل يهودي قال كده اني لست مثل باقي الناس؟ او يقوده الى الغطرسة، يفتكر ان ربنا هو اللي محتاج اليه. كان شعب اسرائيل حاسين بكده انهم لا يمكن يهلكوا علشان اسم ربنا داعي ايه عليهم، لكن هلكوا. او يقوده الى التحزب والانقسام، ان حاسس ان هو مختار وغيره غير مختار، فان هو اعلى من غيره. فالبراغراف الاولاني اعلن ان الله يعاقب لانهم شعبه اللي هو اختارهم واحبهم. ان البراغراف الثاني مفيش عقاب بدون سبب، في اسباب عند ربنا عشان كده بيعاقب. ثالث براغراف بيتكلم بقى اوصف الضيقات او الصعوبات اللي هتيجي. نادوا على القصور في اشدود وعلى القصور في ارض مصر وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة. جبال السامرة دي اللي هي اسرائيل. انظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. بيجيب الامم تشهد على شعبه، اللي المفروض ان شعبه هو اللي بيشهد على الامم. الحال انقتب الالم، شهد على المظالم الموجودة في وسط شعبي. فانهم لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة. حطوا خط تحت الاية دهية، هي دي حالة الخطية، ان انا بوصل ان انا مش عارف امشي مستقيم، تملي ملولب، يعرف بين الفرقتين. وممكن ابرر الخطيه بتاعتي، اصل الشيطان ضحك عليا، اصل الظروف صعبه، اصل الاغراءات، اصل 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 اصل، عشان ابرر الغلط بتاعي. لا،
انا اللي مش عارف امشي صح، مش ان الظروف هي اللي عملت كده. عشان كده بطلب من ربنا انه يديني طريق مستقيم. مش معنى ان الله بيحب شعبه انه هيتغاضى عن الخطية، او ان الخطية لا تعنيه، او هيطوف لشعبه. لا، ده لانه بيحبهم لازم ينظفهم، لازم ينقيهم. وكانت المشكلة انهم لا يصنعوا، مش قادرين يصنعوا استقامة. يقول الرب: اولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. بنوا قصور، لكن القصور دي مليانة ايه؟ ظلم واغتصاب. انسان بنى في حياته قصور ومجد، لكن القصور دي مبنية على الظلم والاغتصاب والخطف، مش بالبر، مش بالعدل، مش بالصح. لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى في كل ناحية من الارض، فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. عشان كده ضيق من كل ناحية. هو لا يعاقب من اجل العقاب ذاته، ولكن يعاقب من اجل انه بيغير وبيحب وعايز يخلص. لكن المشكلة ان النفس ما بتفهمش، عشان كده تصل الى ان العقاب ده عقاب حتمي ولن يفلت منه احد. هكذا قال الرب: كما ينزع الراعي من فم الاسد كراعين، كراعين اللي هي الكوارع اللي هي الساقين، او قطعة قرن، هكذا ينزع بنو اسرائيل الجالسون في السامرة. الراعي هو لسه متأثر بفكر البرية، لما يجي اسد ويخطف خروف ويأكله وما يتبقاش منه لان الطرف السفلي الساقين، لان من راسه بس يتبقى منها الايه؟ الودن. لكن الراعي من غيره بيشد الجزء الباقي، عايز يخلط اي حاجة من فم الاسد. قال: هكذا ينزع بني اسرائيل حتى مش باقي منهم حاجة. فعلا هنشوف ان الاسد اكل اسرائيل، والبقية الصغيرة اللي بقت تشتتت وانضمت الى مملكة يهوذا. الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دنقس الفراش، قاعدة حاسة انها مستريحة على زاوية السرير زي ما بيقعدوا كده وهم يفردوا رجليهم. ودنقس ده نوع من الحرير الغالي جدا جاي من سوريا. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب اله الجنود، ان يوم معاقبة اسرائيل على ذنوبه اعاقب مذابح بيت ايل، فتقطع قرون المذبح. قلتلكوا بيت ايل ده، فاكرين في التاريخ مين اللي سمى بيت ايل؟ حد فاكر؟ يعقوب ابو الاباء، لما كان هربان وبات في الصحراء وشاف السلم اللي وصل للسماء وقام وشال الحجر اللي تحت راسه وصب عليه زيت وقال: ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله، اللي هو بيت ايل، اقدس مكان. حولوا بيت ايل ده الى مذبح لعبادة الاصنام اللي صنعوا يربعام الاول عشان ما يخليش شعب اسرائيل ينزل لأورشليم. فقال لهم: هذه العبادة الشكلية السطحية، وعقب مذابح بيت ايل فتقطع قرون المذبح. كان قرن المذبح ده رمز للقوة وللخلاص. لما واحد يغلط ويتمسك بقرون المذبح كان ينال نجاة. شفنا في سفر الملوك الاول في الاصحاح الاولاني يؤاب ابن سراوية لما كان غلط وعايز ينجو راح تمسك بقرون المذبح. فان ربنا بيقول: انا هقطع قرون المذبح، العبادة الشكلية اللي عايشين فيها مش هيبقى خلاص. حتى لو الانسان بيصلي، حتى لو الانسان نسك، ولكن شكليا في شيء معين. وتسقط الى الارض، واضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف. شوفوا درجة الغنى، كانوا عاملين بيت للشتاء وبيت للصيف. فتبيد بيوت العاج، عاملينها من العاج، وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. دول كانوا مطمئنين جدا، ازاي المجد اللي عندنا ده يزول؟ مشكلة ان عاموس قال لهم ونبههم في الوقت اللي كانوا مستريحين جدا فيه في كل ناحية، فما كانوش قادرين يصدقوا ازاي احنا يجيلنا خراب،
اللي عندنا هذا المجد بيوت شتوية وبيوت سويف وبيوت من العاد وكل كل كل ده. فكان كلمة عاموس ليهم ان كل مجد بيصنعه الانسان ولكن مش مبني على بر الله وعلى خلاق الله، كل ده يضمحل وينزع يقول الرب. كان الدرس اللي عايز يعلمه لهم اربطوا ما بين المنظور، الاحداث المنظورة اللي بتتم حواليكم، وما بين غير المنظور ربنا عايز يقول ايه. شايفين اشور كانت دمشق كانت غزة ودارت على الامم التانية، ادوم وصور فينيقيا وبني مؤاب وبني عمون. اتعلموا الدرس، اذا كان الله عاقب دور نتيجة الخطية فان انتوا عشان شعبه مش معنى كده انه مش هيعاقبكم، هيعاقبكم. عشان كده انتبهوا. لكن الناس كانت غرقانة في المجد بتاعها في الانشغاليات بتاعتها فما قدرتش انها تدرك الرسالة. لكن الله هيفضل يبعث رسائل مستمرة. قعد يبعث لهم من اول عاموس سنة 760 لحد ما حصل خراب اسرائيل سنة 721 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة بعث عاموس وبعث هوشع يكلمهم وينبههم، لكن الانسان قافل لان باصص لحياته بنظرة خاطئة وباصص لربنا بنظرة خاطئة. فاكر ان مشكلة التدين ان هو يعمل شوية ممارسات وخلاص، لكن ما قدرش يوصل للعلاقة الحقيقية بينه وبين الله. في حد يسأل حاجة في الإصحاح ده؟